السلام عليكم. النهارده هنبدأ فيديو جديد لحاجة مهمة جدا في ناس مش واخدة بالها منها، اللي هي ايه؟ اللي هي البون. في ناس كتير تقولك دلوقتي البون ملوش لازمة، بقى برخيص. بالعكس، البون ليه لازمة. اقولكوا لازمته في ايه. في ناس تقولك بيجي منه متريل، في ناس تقولك جالك منه السول بتاع السلاح، بتاع السلاح والسول بتاع اللبس والكلام ده. بس لا، دلوقتي الجيم منزل في تحديث، هو قديم وناس كتير عارفاه، بس في ناس اكتر متعرفوش، اللي هو السي بي اس الفري. دلوقتي الكنجات والناس دي بترفع منين؟ بترفع من البون ده، تمام. انا معايا 1500، هنجرب دلوقتي ال 1500 دول هيجيبوا لي كام سي بي اي، كام سي فري، وكام سول المتر والحاجات دي. بس انا الحاجات دي اصلا مش عايزها، انا كده بتباع برخيصه، بتباع ب 200000 عندي في السيرفر، تمام. بس اهم حاجه عندي الكاب سي فري عشان عايز اطلع برنس. يعني دلوقتي رافع 20 مليون، 20 مليار، فاضل 4 مليار وهطلع برنس، تمام. هنشوف ال1500 دول هتدي كام كابس فري. وانتوا معايا دلوقتي في الفيديو، هنجرب دلوقتي مع بعضينا وهوريكم مهم ولا مش مهم. هي دي الشنطة، دي بتديك من 1 كابس ل 88 كابس الشنطة الواحدة، تمام. يعني مثلا افتراضيا نجرب دلوقتي الشنطتين دول، تمانية كبس في 5 كبس، يعني دلوقتي معايا 545 كبس. هنشوف لما نخلص 1500 هيبقى كام كبس. ده غير طبعا هتستفاد برضو بالسول والماتيريال والكلام ده كله، هتستفاد بيه برضو. غير برضو الاشكال، يعني لو حد حابب يعني شكل المضرب، شكل العصاية، الحاجات دي كلها برضو موجودة، بس بتقعد 7 ايام بس مش دايما. ده لو حد عايز يعمل اشكال جمع منها 7 يجيب مع الشكل اللي هو عايزه. وانا عارف ان الموضوع مطول شوية، بس انا عايز اعمل الكلام ده قدام منكم عشان محدش يقول لا انت جبت مثلا سي بي اس من حتة تانية. لا، انا كله قدام منك هوريك ان البون ده مهم جدا، مش اللي هو اي كلام. وزي ما قلت في ناس كتير ما تعرفش ان البون ده جيت كابس فري، وبطريقة برضو كتير. انت تيجي تبص لما مثلا مرة واحدة كينج كان مثلا سيان 100 مليار، بقى 105، بقى 110 في فترة قليلة. بيطلع ازاي بالسرعة دي؟ بيطلع بالبون. يعني انا معلش بقى لي اكتر من اسبوعين بلم في 1500 بون، مش لاقي. يعني انا الفكرة مش من وحوش، لا،
مش لاقي اشتري من السيرفر، لان كل المعودين برضه عندي في السيرفر نفس الكلام، بيشتروا وبيجيبوا وبيعملوا عشان يرفعوا في الدونيشن. دي يا جدعان بص، 7 مثلا، يعني لو انا ايه امسك المضرب ده دوس على كليك يمين هيديني 1 7 ايام. تمام، اللي عايز يعني يعمل حوالي الاشكال دي، ويبقى ده مش واحد برضه بس، بتوع 7 ايام بس. انا كده خلصت، يعتبر 300 قبل 106 شنطة بتاع كبس. الماس دول لو منهم بس 10 فتحولك 88، يعني هتاخده من 180 بس، او حظك حلو. بس انا هخلص كله وهفتحهم كلهم قدام منك. حرفيا الموضوع صعب بس هانت اهو. انا متحمس ان انا اعرف، يعني عايز اعرف يعني من 1500 بون دول كام كبس فري. وانا جربت، بس جربت 100 200، ما جربتش الكميه مثلا 1500. ان شاء الله ان شاء الله، يعني انا بحاول اجمع برضو بون على قد ما اقدر. فجمعت 10 تلاف بس، عشان اعمل فيديو ب10 تلاف ده ممكن اقعد ساعتين. يعني هجرب برضو ب10 تلاف اشوف اخد منهم كام بون، كام اكسبي. بس الكبس يعني بال1500 دول هديله برضه شوية حلوين، هتشوفوا برضه معاه في الآخر. أو 205 شنطة،
210. وانا كده حرفيا جبت النص، نص البن اللي كان معايا فكيته. يا مساء الحال، ادينا خناعة 300. في ناس تقول لك البتاع الاخضر ده بتاع ايه؟ ده بجمع منه 15 جوز، كليك يمين عليه يديك صندوق زي ده او ماتريال، يعني 15 جوز عليهم يديني صندوق.
في ناس متعرفش برضو البتاع الأوضة ده بتاع ايه، عشان برضو اللي ميعرفش يعني كل الكلام ده كله قديم يعني مش جديد. بس حوار الكابس هو برضو قديم بس مش قديم قوي، بس في ناس ما تعرفوش كتير، في ناس فاكرة ان هو بيدي 5 كابس واللي في بيدي 10 واللي بيدي 8، مش مهتمين بيه، هو فيها ملوش لازمة، بس مع الكمية بيه معاك يعني أحلى واجب. هدي ناخد اهو 350 شنطة، فاضل 400 بونة. يعني ربما ممكن يجيب لي 150 تاني، اخش في سكة 500 شنطة. الستيرة انا بدوس عليها دي عربية فجر، يعني انا اقلب في بطنها بطلع منها الكبس. اللي انا 400 يوم، انا مش عايز ده كله، انا كله عايزه بس الشنطه بتاعت الكنس ب 400. و120 زي ما انا قلت اخش في 500. دراعي حرفيا وقف، ما
كويس انا عملت حساب في الايتم فضيته مش هلاقي اماكن للحاجات ديت. ربعمية تلاتة وتسعين روح منه بقى ايه، 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 قول 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 180 سول سلاح على سول لبس ايتم على ماتريال غير الكبس من 1500 بونة. تعال نشوف الكبس ده تعمل ايه معانا. 545 اهو، 545. نفتح الشنط دي نشوفها كام. الأرقام ايه؟ 18 5 8 38 بس هي يعني هتطلع أكتر الـ 85. 38 دي نادر برضو، والـ 88 دي يعني شبه مستحيل. تمانية وتمانين اهي شايف هنا واحدة شكرا بقى معايا 400 4500 يعني اقول واخد اعتبر 4000 الا 50 من 1500 بونا. 4000 دولار من قد ايه بقى؟ المية بألفين كبس يعني هرمي 200 مليون. أنا دلوقتي رامي 20 مليار 443، هرمي 200 مليون ياخد من 4000 كبس فري. نقول يس يس أصبح بقت 20 مليار 600، بقت 24 بقت 23. فاضل لي 4 مليار 150 عشان اطلع برنس. يبقى انا كده 1500 بونة اداني 4000 كبس، اداني 180 ماتريال سول. وشكرا.